من فترة طلع تسريب انه في 15 ماب زومبي قادم الى بلاك اوبس 4، بس ما كان عندنا الدلائل تأكد هالكلام. حاليا اقدر اكد لكم تقريبا 100% انه 15 ماب زومبي قادم الى بلاك اوبس 4، وبهالفيديو راح احكي لكم شو هي المابات اللي راح تجي، فتابع الفيديو لتعرف التفاصيل. قبل ابدا الفيديو بس حاب اخبركم انه راح اكون متواجد بمعرض كوميكون دبي هذا الويكند ان شاء الله يوم الخميس والجمعه والسبت. المعرض فيه فعاليات جدا رهيبه، اللي يتابع مسلسل جيم اوف ثرون شخصيه رامزي راح يكون هناك، اللي يتابع مسلسل ذا ووكينج ديد احد الشخصيات راح يكون متواجد هناك، واللي شايف فيلم افنجرز او دكتور سترينج شخصيه وونغ راح يكون موجود هناك، وكمان في فيلم شازام البطل تبعه راح يكون متواجد هناك. مجرد ما تدخل على المعرض فينك تقابل كل هالممثلين. وبالنسبه للجيمينج فينك تجرب لعبه سكيرو الجديده، فينك تجرب لعبه دايز جون للزومبي اللي لسه ما نزلت، في بطولات لكل من لعبه فورتنايت ببجي وايباكس ليجند كلها موجوده بالمعرض. فاذا كنت ساكن بالامارات وودك تشتري تيكت شيك اللينك الموجود بالوصف وراح تلاقي كود خاص فيني، هذا الكود راح يعطيك خصم 40% على سعر التيكت. تعرف حال شباب معكم شركيال شركاكيال جاركم فيديو جديد. طيب شباب، سويت فيديوهات قبل تكلمت عن احتمالية يكون في حزمة خامسة ببلاك اوبس 4، وانه في التسريب طلع انه في 15 ماب زومبي قادم الى بلاك اوبس 4، بس التسريبات هي طلعت من شخص سرب قبل، وبعض الاشياء طلعت صحيحة بعض الاشياء طلعت غلط. اليوم اجانا تسريب تاني، وهالتسريب طلع من شخص كل شيء سربه 100% طلع صحيح. هذا الشخص سرب لنا عن الحزمه الاولى ديد اوف ذا نايت، سرب لنا عن خطوات لغز باي اكس وفويج اوف ديسبير ما كان حدا مكتشفها وطلعت صحيحه، فهذا الشخص تقريبا كل شيء قاله طلع صحيح. فحكى لنا انه فعليا راح يكون في سيزون قادم لبلاك اوبس 4 زومبي، راح يكون ما بين لقصه الفوضى ما بين لقصه الايثر نفس البلاك اوبس باس نفس اللي شايفينه حاليا. نحن حاليا ما بين لقصه الفوضى والما بين قادمين الحزمه الثالثه والرابعه لقصه الايثر، فقصه الايثر ما راح تنتهي مع هالحزمه، وهذا اكبر خبر فرحني انه راح نشوف ماب ثالث ورابع راح يكونوا خرافيين لقصه الايثر، بس ما راح تنتهي. بعدين ب 2020 انه هتنزل كول اوف ديوتي مودرن وورفير 4 هالسنه او لعبه انفينيتي وورد القادمه، ما راح يكون فيها زومبي حسب كل التسريبات اللي طالعه انه جزء كول اوف ديوتي القادم ما في زومبي، فراح تنزل جزء كول اوف ديوتي القادم بعد بشهرين ثلاثه يبدا الموسم اللي بعده ببلاك اوبس 4، وهيكون عندنا اربع مبات زومبي كمان، اثنين تكمله لقصه الفوضى. اظن معظمكم حاليا متحمس لقصه الفوضى بالذات بعد كاتسين حل لغز ماب انشنت ايفل، والناس اللي شافوا الفيديو تبعي اللي هو شرح قصه الفوضى بشكل كامل، قصه الفوضى جدا جدا رهيبه، وصراحه كنت متمني انه شركه ثانيه نفس انفينيتي وورد او سليج هامر يطبقوا قصه الفوضى عندهم بلعبتهم، وبلاك اوبس يتفرغوا لقصه الايثر، بس استوديو تريارك وجيسون بلندل هم الوحيدين اللي لما يطلعوا بقصة جديدة تطلع قصة رهيبة، مو نفس قصة زومبي انفينيت وورفير او زومبي وورد وور 2، لا قصة الفوضى من جد جدا رهيبة، بس نوعا ما يعني ما نجحت هالنجاح الباهر لانه قاعدة تاخذ مكان قصة ارهب اللي هي الايثر. فالمهم نرجع لموضوعنا، بالتسريب طالع انه الموسم الثاني راح يكون في ما بين لقصة الفوضى وما بين لقصة الايثر. فما بين لقصة الفوضى اظن راح ينهوا قصة الفوضى ببلاك اوبس 4، وما بين لقصة الايثر راح ينهوا قصة الايثر بشكل نهائي، وجزء كول اوف ديوتي القادم يكون كله لقصة الفوضى، هذا توقعي. ومو بس هيك، بالتسريب طالع كمان انه راح يكون عندنا حزمة سادسة اللي هي حزمة زومبي كرونيكلز، نفس اللي شفناها ببلاك اوبس 3 اللي شفنا فيها مابات ريماسترد، راح نشوف واحدة ببلاك اوبس 4 راح يكون فيها كل المابات اللي ما سووا لها ريماسترد ببلاك اوبس 3، فراح نشوف فيها ترانزيت، داي رايس، نيوك تاون زومبيز، بيريد، كول اوف ذا ديد، موب اوف ذا ديد، وفايف الاصليين. الحين ممكن حد يحكي عنا فايف اللي هي كلاسيفايد وموب اوف ذا ديد موجوده ببلود اوف ذا ديد، طبعا لا، حكوا انه موب اوف ذا ديد راح يحطوها لانه اللي لعب موب اوف ذا ديد راح تحس انه بالجيم بلاي باللعب تختلف بشكل جدا كبير عن بلود اوف ذا ديد من ناحيه الافتر لايف وحل اللغز، وفايف وكلاسيفايد نوعا ما جدا قريبين. فاظن انه موب اوف ذا ديد وفايف ريماستر تبعهم راح يكون فقط زياده عدد، بس الشيء الاساسي اللي هم ترانزيت، داي رايس، بيريد، نيوك تاون زومبيز، وكول اوف ذا ديد. بالتسريب طالع انه ريماستر المابات هدول بالحزمه راح يكون المابات مثل ما هم ما عدا ترانزيت، ترانزيت راح يغيروا فيه بشكل جدا كبير واظن راح يحسنوه. ترانزيت اللي ما يدري جيسون بلندل حكى طلع ب
بودكاست من فترة للزومبي وقال فيه انه ترانزيت كان فيه كتير اشياء ببالهم بس قوة البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 ما ساعدتهم يحطوا كل شيء ودهم يسووه بترانزيت. حتى اضافة الضباب بترانزيت كان سببه لانه على قوة البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 ما يمديك تشوف لمساحة جدا بعيدة بمبات الزومبي، بحطوا ضباب عشان لما انت تفوت جوا الضباب وتروح لمنطقة تانية الماب يسوي لودينج للمنطقة التانية وتشوفها، لان الماب كان جدا ضخم ترانزيت. فحاليا مع قوة البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 فينهم ياخذوا راحتهم بحجم الماب بكل شيء كانوا بدهم يسووه فينهم يسووه بترانزيت، وشيء طبيعي لو تفكر فيها ما راح يحطوا لنا ترانزيت مثل ما هو. ترانزيت كان مليان عيوب، نفس سلاح الماب تعبان ولما تفتح الكهرباء تبيك تروح تحط مروحة بمكان معين وبس واحد فينا يمسك قطعة واحدة، كان قصة. فأكيد رح يعدلوا فيه ويخلوه أحسن، وقالوا إنه كل ماب من هالمابات رح يكون له طور رش الخاص فيه، جونتلت الخاص فيه، ورح يكون طور غريف وترند. راح يرجعوا طور غريف وترند. اللي ما لعب بلاك اوبس 2 جيم مود غريف كان شيء جدا خرافي، اللي هو تدخلوا 4 اشخاص ضد 4 اشخاص بالزومبي، وجيم مود ترند كان يعني نوعا ما ناس يحبوه ناس لا، انا صراحه ما كنت جدا احبه، اللي هو انه تدخل 4 لاعبين واحد منكم يتحول لزومبي وهذا الشخص لو ضرب واحد منكم الشخص اللي ضربه يتحول لزومبي، كان جيم مود يعني نوعا ما ماشي حاله. فانه هالجيم مودين راح يرجعوا، وكل ماب من المابات راح يكون له 4 مودات خاصين فيه. فمختصر الكلام حاليا عندنا الحزمه الثالثة والحزمة الرابعة راح يكونوا التكملة لقصة الإيثر، راح نشوف شو راح يسوي الشخصيات بريمس وألتيمس بعد ما التقوا مع بعض بكاتسين كلاسيفايد. بعدين راح يبدأ السيزون القادم للزومبي، راح نشوف مابين تكملة لقصة الفوضى ومابين تكملة لقصة الإيثر، وبعدها راح ينزلوا حزمة زومبي كرونيكلز 2 اللي راح نشوف فيها دايرايس، بيريد، نيوك تاون، كول اوف ذا ديد 5 وموب اوف ذا ديد، وراح نشوف فيها ماب ترانزيت جديد كليا. كل ماب راح يكون له 4 مودات اللي هي جونتلت، رش، غريف وترن. ولا تنسوا انه جيسون بلندر مؤسس الزومبي نفسه بالبث المباشر اللي طلع من فترة على قناة تريارك اكد فيه وقال انه ماب انشنت ايفل راح يكون اخر ماب لقصة الفوضى هذا السيزن، ما قال في بلاك اوبس 4، قال هذا السيزن، معناته في سيزن ثاني قادم للزومبي السنة الجاي ببلاك اوبس 4. represents the last map of the chaos story for this season. This is the last one of the chaos story for this season. وكتأكيد على الكلام في يوتيوبر اسمه 8 Thoughts، هذا يوتيوبر دائما يعمل فيديوهات انه حش بكول اوف ديوتي، هو يحب كول اوف ديوتي بس يضل يعمل فيديوهات حش بكول اوف ديوتي وانه ينتقد الشركه وشيء من الكلام. فالمهم اجاله شخص من الاستديو نفسه تكلم معه وحكى له انه راح اسوي معك مقابله بس بدون ما تعرض مين انا، يعني اسالني شو ما تبي اسئله اللي راح اقدر اجاوب عليه راح اجاوب عليه بدون ما تعرض اسمي. فهذا الشخص ما هو مهتم بالزومبي، مهتم في المالتي بلاير والبلاك اوت، فضل يسال كثير اسئله على المالتي بلاير والبلاك اوت، ليش سويته كذا، ليش ما سويته كذا، اسئله كثير. اليوتيوبر نفسه ما سال الموظف عن الزومبي لانه هو نفسه ما يهتم بالزومبي، بس بنهايه الكلام الموظف حكى له وابي اقول لك شيء بالنسبه للزومبيز ببلاك اوبس 4، الزومبي راح يجي له اشياء جدا جدا ضخمه ببلاك اوبس 4. بلاك اوبس 4 راح تكون من اضخم العاب الزومبي بالنسبه لبلاك اوبس، فالزومبي جاي لهم اشياء جدا كبيره، ما جاب سيره مابات، ما جاب سيره شيء، بس حكى انه بالمستقبل الزومبي جاي لهم اشياء جدا جدا ضخمه. بس شو يعني اشياء ضخمه؟ يعني مابات قادمه. ولو تتذكروا التسريب اللي طلع من شخص تاني من زمان انه 15 ماب زومبي قادم لبلاك اوبس 4، لو تعدوها مابات الريماستر اللي راح تجي مع موب اوف ذا ديد 5 هم 7 مابات، زائد 4 مابات اللي هي الحزمه القادمه وتتركم اللي هي 2 لقصه الايثر 2 لقصه الفوضى، صار عندنا المجموع 11، زائد المابات اللي عندنا اياهم حاليا اللي هي مابين لقصه الفوضى وعندنا الحزمه الثالثه والرابعه، هذول 4 مابات، فالتوتال المجموع راح يكون 15. فبالتالي التسريب هذا بياكد التسريب القديم اللي هو انه في 15 ماب زومبي قادم الى بلاك اوبس 4. وكمان تذكروا انه بيريد موجود بالبلاك اوت، تقريبا ما بيريد بالكامل الا شويه مناطق موجود في البلاك اوت، فجدا سهل الشركه ياخذوا الديزاين ويطبقوه على الزومبي وخلاص. فاي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تشاركونا بالتعليقات شو رايكم، هل متحمسين او لا؟ ادري عدد جدا كبير ترك الزومبي حاليا او خف حماسه للزومبي، واقدر احكم على هالشيء من المشاهدات فيديوهات الزومبي قبل، اقل شيء 25 30 الف مشاهدات، حاليا اكثر شيء 15 الف مشاهدات الزومبي. فاتمنى اذا انت من الاشخاص اللي بطلت تلعب زومبي احكي لنا هالخبر هذا راح يحمسك وترجع تلعب زومبي ولا لا. واتمنى بنهايه الفيديو لا تنسوا تسلموا الفيديو بزر اللايك، وبس كان معكم شركيه شركه كيش كم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.